فوت ايهم. انا غيث مويا. غيث تفضل. الكل برا عم يستنوك يا عمش. بيزعلوا اذا ما بتطلع. انا عن جد ما جوعانة. على فكرة انا كمان بزعل. يلا بوبي يلا يلا قومي. صحتين وهنا ما اختلفنا. عامل البيضات. يلا تعالي. طيب لا تاخذ بدي اكل. مسيها ما شاء الله. اهلين هبوش بنت العم. هاي سكر كمان لكن يا عمي دلال. تفضل. بس ما بفزي لايها لانه ما ترك بيت لامي. عزابك راح بنت العم ولو. شلون وين البيت؟ خلص سلامتك بيت بس عم بزعل. بابا يا حبيبتي لهلا الحلو منام؟ نعم بس مو قبل ما اسالك. شو بدك تساليني بابا؟ صحي بدك تجيب لنا ام تاني؟ مين قال لك بابا؟ إذا قلت لك ما بتقول لحدا؟ لا خلو اليوم نحن عم نتغدى. قالت لي إنه لودس يا ستي فعلا ريحة هالوردات بتفتح النفس على الشغل.
شايف قديش تغير جو المكتب؟ اي والله يا عم رفيق الله يسلم اليدين. لا تشكرني الي، شكر رنا. هلا رنا هي اللي جايبه هدول الوردات؟ ايه هي اللي جابتهم. ليش استغربت؟ استغربت؟ لا ما استغربت. على كل هدول مكانهم مو هون. وين اخذ الوردات؟ وين بدي اخذهم يعني؟ لجوا. اي حركه بسيطه ممكن يوقعوا الميات على الكيبورد، وقتها كثير بدي افرح انا برنا وفنات الانسه رنا. يا لطيف شو صاير لئيم. معقول يا خلود؟ معقول تحرضي اختك الصغيره علي؟ وانا اللي كنت اتعامل معك صديقتي مو بنتي؟ لو كنت معتبرني صديقتك كنت حكيت لي كل شيء. بابا اسأليني بحكي لك كل شيء وبمنتهى الصراحه. علا شو دورة؟ علا دورة شهد، البنت اللي بتحب الولد الفقير ابن المرابع. ما قصدي دورة بالمسلسل، قصدي دورة بحياتك. بصراحة اللي وعدتني فيها أنا معجب بعلا. معجب بشخصيتها، بأخلاقها، بأفكارها. ومشان هيك يعني عم فكر ارتبط فيها. ترتبط فيها يعني تتزوجها. طيب وانا ولوتس وين بكل اللي عم بتقرروا؟ بابا انتو لوتس جوات قلبي، بعيوني من جوا. لو كنا بعيونك كنت على القليله فكرت فينا. ما كنت متوقع انه بابا اللي بحبه من كل قلبي مثله مثل كل الرجال اللي بيكتب عنه بمسلسلاته. أنانيين وما بيهمهم غير مصلحتهم، بغض النظر عن الناس اللي عايشين معهم وبيحبوهم. بتعرفها من سنين طويلة بس على الورق، مع إنكم عايشين بنفس البلد. حبوش هذا هو عالم المراسلة، عالم كله إثارة وغموض. وهالروعة أو الزهر البنفسج مثل ما مسمية حالها، شو دارسة؟ درسي أدب عربي، سأليني أنا. وليان الصنصيص؟ شو عرفك إنه درسي أدب عربي؟ مجهود شخصي. لعمة عم تقرأ رسائلي مو هيك؟ اللي كنت نساب غرفتي كنت أقرأ بصغير هيك؟ لا. إيه قوم دروس قوم، حاجتك قاعد عند فكفكلي بهالكهربائيات يا أما قاعد ورا الكمبيوتر. يلا لشوف. أحسن ما طول النهار اكتب مكاتب واشعر مشاعر. لك شو طول بالي، ما عم صدق يا حنان، ما عم صدق. ان شاء الله تهدي. ولك طلع متجوز علي، ولك متجوز علي. وعنده بنت، قال عنده بنت وانا مالي حاسه. طيب شو بدك تسوي هلا؟ شو يعني؟ بعدي عني هيك. وين بعد روحي؟ بعدي بدي موت حالي. بها شو؟ في حالك بها. حنان 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 شوي خابوس من جديد. ما هيك؟ ما شبها ما انا خايف عليها كثير. خلص الله يزود فضل شيء موت حد. خلص لا تخافي. خلص اهدي، لا ما تفكر بشيء. يلا على بالك اهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مذاكرة التاريخ بعد بكره والعربي يعني شي يومين ثلاثة حسب برنامجنا. كتير منيح، يعني بتلحقي تدرسي عملك؟ ايه بلحق ماما. ماما الله يرضى عليك، السنة عندك بكالوريا، ما بدي اياكي تضيعي ولا ثانية من وقتك. ها حاضر ماما. يلا هادي بلش انا جاي. ليش طفيتيها؟ بعرفك ما بتحبي هالنوعية من الأغاني. لا حلوة هاي الغنية، سمعتها امبارح أنا وجاي من المحكمة، خليها. يا خبيثة، ما لقيتي غير ابن أنسي حنان حتى توقعي؟ مو أنا اللي وقعته، هو اللي وقعني، من زمان كان حاطط عينه علي، بس أنا ما كنت معبرته. هلا بدك تعبري. برافو عليكي، هي حطت
حطيت رجلك على اول الطريق، الحب شعور وياخذ لحظه، وبكره بس تجربيه رح تتشكرين كثير. المهم هلا بدي اعلمك كم فصل لحتى نوقعه على راسه. قلت لك وقع وخلاص. في شيء اذا وقعنا كمان؟ ايه امشي لقلك. إلى ابنتي لام قاف، ذكرت أنك تكرهين نفسك وتكرهين حياتك وتكرهين كل من حولك. كيف يمكنني أن أساعدك يا ابنتي وأنا لا أعلم عن مشكلتك شيء؟ زوديني ببعض المعلومات وثقي أنني لن أتوانى لحظة عن مساعدتك في التخلص من كل مشاكلك. ثقي بي وأنا من جانبي أعدك بالكتمان. أنسي؟ طيب ماشي، روحي وما تطولي. لينا؟ أنا ما نبهتك المرة الماضية ترفعي شعرك عن وشك؟ يعني عاجبك موديلك هيك وشعرك مغطي نص خلقتك؟ ما عاد تفهمي يعني؟ روحي روحي خلصينا. من تمرة غريب عجيب، يعني لقيمة لأم ما شفته على حدا. إيه إلا ما يكون في بحياتها شي سر ونحن ما بنعرفه. سر مثل شو يعني؟ شو بيعرفني؟ ليش هي بترضى تحكي مع حدا؟ وإذا حكت بتلتقي. يعني أنا بدي أفهم بس أنت ليش بتعاطفي معه؟ وصلنا بعدين. سكر وحمض الليمون، بعدين بتطب الفاصوليا الخضراء فوقهم وبتخليهم عم يغلوا غلوه غلوتين. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعدين بتحطيهم تحت المي البارده مشان ما يصفروا. دخلك ورق العنب بتعمليه بنفس الطريقه؟ لك لا، ورق العنب بصفيه وبحطه بقطرميزات ضغط، بعدين بلبسه بكيس نايلون اسود وبحطه على سقيفي بالعتمه. انسي منيرة، انا سمعت انك بتحطي الحراب اصبعه دبس رمان بدل التمر الهندي. اي طبعا، لانه مع الدبس الرمان بيكون اطيب. يا حبيبي على القعده. كل الحكي على الطبخ والنفخ طشة شورية، الله يخرب بيتهم. إن شاء الله الأستاذ وسيم بده يقضي معنا كل فرصة. أستاذ بهالمدرسة سحره بسحرنا. إيه بس نحن هيك منتأيد. شوفي الأستاذ عبد الله قديش مزوي، بيقضي كل الفرصة بالمخبر. يا ستي جلسي جلستي، بسمعنا عم نحكي عن الطبخ والمونة بيحرم يدخل لهم بكرة بتشوفي. رح نستنى لبكرة. إن شاء الله فهمت المسألة منيح. معقول ما أفهم مسألة شرحها الأستاذ عبد الله؟ إيه بس أنا بحب أتلكع شوي مشان شوفه وأطلع بعيونه. هذا غير شرطه وقاره اللي بجننوني. في غزل فيه نسيت إنه أكبر مني؟ هذا غير إنه حب من طرف واحد؟ حياتي الحب ما لازم وقف وشه أي شيء. لا مادة ولا سن ولا أي عائق ثاني. والآن سهلة. ما عاد شفته مع بعض.
لحظة إنه مرح ما عاد وقفت معنا وطول وقتها مع دانا؟ ما عم تشوف فيهن غير عم بتمدد وتتهامسوا. يا ترى شو في بيناتهم؟ بتعرفي صار لازم نتدخل ونقص مرح قبل ما تنجر وراها. مين هي اللي بتنجر مرح؟ إيه مستحيل. ليش بقى مستحيل؟ مرح أكثر وحدة عندها استعداد لتنجر وراها. نسيتي؟ نسيتي قديش أهلها كافسين على نفسها؟ لك مانعينها حتى تتنفس. شو القصة مرح؟ من إمتى بتجي على المدرسة ومالك حل المسائل؟ أنا آسفة يا أنسة بس انشغلت شوي وما قدرت حلهم. يمكن لو طالبة تانية عم تحكي هالحكي كنت عذرتها. بس مو مرح أشطر طالبة عندي بالصف. خلص بوعدك المرة الجاية حلهم كلهم. المشكلة إنه تقصيرك مو بس بحل التمارين وكمان طول الوقت وإنت شاردة كأنه مالك معنا نهائيا. حبيبتي قولي لي في عندك شي ظرف بالبيت مضايقك؟ لا أبدا ما في شي. طيب عادي منتبهي مرح. ورجيني لشوف. مرح أنا قبل ما أكون مشرفة بهالمدرسة جارتكم فما في داعي تخبي عني شي. عن جد ما في شي خبي عنك. وتراجعك بدروسك شو سببه؟ يعني إذا يوم جيت ماني كاتبة وظيفتي مو معناته أني متراجعة بدروسي. إيه بس هي مو أول مرة بتجي فيها بلا وظيفة. في كتير بنات بيجوا على المدرسة ما هنم كاتبين وظايفهم ما حدا بيحكي معهم. ليش أنا وقت نسيت وظيفتي مرة واحدة كلهم صاروا بدون يحاسبوني؟ شوفي مرح لو ما كنتي أنت من الطالبات المتفوقات كنا قلنا هذا شي طبيعي. بس أنت من البنات المجتهدين وتراجعك أكيد في إله سبب. مرح حبيبتي احكي لي فشي لي قلبك. ماني مرتاحة ماني مرتاحة. هون ولا بالبيت؟ بالبيت. ضغط أبي وشكوا فينا ما عم يخليني أعرف ركز حتى بدراستي. بس يا مرح ضغط أبوكي ما له جديد عليكم من وقت ما سكنتوا عنا بالبناية وأبوكي هيك. بس قليلي شو سبب تراجعك بدراستي؟ هذا هو بس أنا ما عاد فيني أتحمل. بدي أكون مثلي مثل كل هالبنات. بدي أطلع بدي فوت بدي أطلع رحلة بدي أحب. ما بدي أحب ما بدي أحب. بدي أسمع غنية بدون ما أنضرب ويتمسع فيني الأراضي. بعرف إنه كل الأهالي بتخاف على أولادها بس مو هيك مو هيك. يلا انا بدي امشي. يلا باي باي. رزون لا تنسي ثلاثة ملتقى عند خلود لنعرف ليش غابت اليوم. اوكي ايه اوكي يلا باي باي. نضور خليني فوت شوي على النوفوتي في كم غرض لازمني اجيبه. بتعرفيني ما بحب هيك فوتات. رح استناكي برا. حتوقفي لحالك بالشارع فوتي معي شوي. طيب فوت بس ما بتطولي. ايه ما رح اسكن جوا. يلا مرحبا عدنا. اهلا سليمة. بلاقي عندك زرار بيض. ايه في شو ياسون؟ ما بتفرق وسط ورجيني وسط. شو في هدول؟ حتى شوف. وفي عندك هذا المدين ما بعرفني ضاع. حلوين هدول ما بهم شي. ما عندك موديلات تانية؟ في هيكي. ما حلو هالشال نضار؟ الآنسة اسمها نضار؟ ايه اسمي نضار. خير في شي؟ لا بس كنت عم قول انه كل هالجمال وهالرقة بيكون اسمك نضار؟ ريما انا ناطرتك برا. لحظة يا آنسة انا اسف بس الله يسامحك يا عدنان على هالعملة. هلا عن جد اسمها نضال؟ ايه اسمها نضال واسمها على كسمه على فكره. خليني اروح لحقها قبل ما تزعل. لحظه انسه ريما. ايه ممكن تقدمي لها الورده قولي لها انه انا اسف كثير. لك والله نضال ما بينعلق معه. بليز هات يلا باي خالد. باي. لك ليش هيك عملتي؟ يعني الشاب حس حاله تخلص وحب يعتذر بطريقه لطيفه. ليك يا ريما لا تندميني اني فت معك لعنده. خلص روقي هلا انت روقي. بتعرفي انه عدنان بيكون ابن خالته لرامي؟ والله شب كتير ظريف وثلاث ارباع بنات عيلتهم حاطين عينهم عليه. ايه تهنى بعدين بعمره ما جامل حدا.
انت لوين بدك توصلي بهالحديث؟ على بيتنا مو اكثر. شرفي البنت هيك رح تضيع يا ست صفاء. ما راح عم تتراجع بدروسها، وهذا كله بسبب الضغط اللي عم يصير عليها هون بالبيت. شو طالع بايدي اعمل؟ صدقيني ما خليت طريقة اقنعه فيها يخفف ضغطه على البنات، وما في فائدة. طيب خلي حدا من العيلة يحكي معه يمون عليه، بركي بيقتنع. ما كل عائلته بعد اللي صار مع اخته عاملين ببناتهم نفس الشيء، حابسينهم نفس حبسة فرح ومرح. يعني اذا بنت غلطت بتتحمل كل بنات العيلة المسؤولية؟ عم تسأليني إلي؟ اسأليه إله هو وعائلته. طيب إذا عرف إنه ضغطه وشكه عم يأثر عليها ويخليها تتراجع بدروسها، بتراجع هو عن طريق تعامله معها؟ أكيد بصير بدل ما يضربها مرة باليوم بيضربها 10 مرات. بس هذا ظلم. ظلم لكان مو ظلم، بس هذا قدري وقدر بناتي. وبعدين بدك الصراحة، يعني هن عم بيزودوها شوي، كل الأهل بيخافوا على بناته. بيخافوا؟ بس مو لحد الخنق. بدك الدغري؟ على قد ما عم بسمع شو عم بيصير حوالي من بنات هالجيل، بقول صلاح معه حق يضيق على البنات. يو ناقصنا بناتنا يفلتوا هيك فلتة؟ يا لطيف يا لطيف على هالشوفات اللي عم يطلعوا فيها. لك شي بيكشش البدن؟ تقولي ما في دين ما في أخلاق؟ لك تقولي عم يتسابقوا كل واحدة منهم مين بده يكشف أكثر من الثاني؟ ولا هالمسخرة اللي عم نشوفها على المحطات قدام بناتنا؟ وبدك رجالنا يضل براسهم عقل يفكروا فيه؟ يا لطيف صدقيني صرنا بآخر زمن. لك رح طقوا هستر من هالقرار المفاجئ اللي طلع لي فيه. 3 سنين صار لميت الماما وهو قاعد عاقل وما في منه. مدري شو اللي قلبه فجأة. مين ساعد الحظ؟ هاي الممثلة الفاشلة. اسمعونا. ميال قلبك هو لما غيرها؟ خلود اطلب منك طلب عيريني بس هالقميص مرة كتير حلو. بتضربي شو فايقة ورايقة. نيال قلبي لأنه البابا بده يتزوج. لا لأنه يتزوج ممثلة علا، أساسا أمي وخالاتي بطير عقلهم بجمالها. حبيبتي بابا بده يجيب لنا علا لتشاركنا حياتنا مو لتمثل لنا. تفرق شو بدها إيه أنتِ؟ هلا يجيب لك وحدة مشهورة وحلوة، مو أحسن ما يجيب لك وحدة مغمورة وجمالها على قدها؟ هلا أنتوا جايين لعندي لتواسوني ولا تقلبوا لي مواجعي؟ بدي أفهم حاجة بقى خلود. فعلا صاير ترتيبك النق والمقت. زودتيها. معك حق. اللي عم ياكل عصي مو مثلي عم يقدح. قبل بده يتزوج مو ابوكم. خلصنا بقى خلود، ابوكي لساته شب، يعني صعب يضل بلا جواز. بعدين على قولة خالتي المرة بالبيت رحمه ولو كانت فحمه. لك هذاك الرجال يا حبيبي. نفس الشيء يعني تساوي خلاص. انا بس بدي افهم ليش صعب يقعد بلا جواز، واذا القصة على التنظيف هي ام رسمي عم تجي كل اسبوع تغسل وتجلي وتمسح وتكوي وتعمل كل شيء بالبيت. ام رسمي؟ ليش الواحد بيتجوز بس مشان الغسيل والطبخ والنفخ؟ لك يا حبيبتي ابوكي كاتب، يعني بده ملهمه. ملهمه؟ تلهمه تجدد له حياته، مو تطبخ له وتكنس له وتنفخ له. لك تضربوا انتوا اللي بيحكي لكم اسراره وبفش لكم قلبه. خلاص خلصونا غيرونا هالموضوع. هي باقي لك خالتي يومين لحتى ترجع من دبي ولسه ما لقينا حل لقصة هبه. من يوم عرفت بالموضوع وانا مو شاغلني غيره. ماما انا بحكي معها. بدي روح على خالتي. لك شو بدي روح على خالتي؟ شو هالحكي هاد؟ لازم حدا يتشجع ويحكي معها. ايه بس مو انت. شو يعني مو انا؟ ليش عم تمسخر علي؟ لك خلصنا بقى، خلصنا حاجتكم منقره. بدل ما تلاقوا لي حل عم تزيدوا هم. انا برايي نرجع هبة لعند مرفيق يومين ثلاثه لبين ما نلاقي حل. دخيلك حل جذري هاد. لانه وشو الحل يا فيلسوف؟ هيس رجاء لا تتمسخر، خلينا نحترم اراء بعض. معلي حاجة بقى، حاجة خلصنا. الظاهر بدل ما تساعدوني بشكل جدي ونلاقي حل رح تزيدوا همي. عجبا، هي طلع الاجتماع على فاشوش. كتبت دروسك وحليت وظائفك انت؟ حليت وظائفي انت وقلبتني عليهم هبة. سمعتي دروسي؟ بس يا الله يعين عليك. هي مبسوطة انت معنا؟ مبسوطة كتير. انا ما كنت بعرف انه الحياة هالقد حلوة غير لما تعرفت عليكم. لسه بدي اعلمك على الانترنت. والله فكرة ممتازة.
بتعرفي هبوش كثير بتتسلي اذا تعلمتي على الانترنت. بس ما صعب اتعلم بهالعمر؟ صعب، بس بتعرفي اول ما دخلت دورة كمبيوتر كان معنا وحدة عمرها 95 سنة. 95 سنة؟ حرق حريشك شو خريط؟ قال مو حابة تموت قبل ما اتعلم على الكمبيوتر. شفتي؟ 95 سنة. بس كنت عم بقول انه كل هالجمال وهالرقة بيكون اسمك نضال. مساء الخير ابن رفيق. اهلين ماهر. رجعت وحطيت المزهرية هون؟ خلصنا بقى ماهر. المزهرية بعيدة عنك وعن كمبيوترك. ليش عم تضايقك كل هالقد؟ ماني فهماني انا. بس هذا مكتبي انا، مو مكتبة هي. يا سيدي مكتبك ومكتبة. الآنسة رنا بتشتغل على الكمبيوتر، والمكتب إلها طوال ما هي عم تشتغل، والوقت الباقي المكتب إلك. ليش عم تدافع عنها لهالدرجة؟ لأنه رنا بنت لطيفة وحبابة وبنت عالم وناس، وحرام نظلمها بدون سبب ونضايقها. يعني هي أرق من هالورد الموجود بالمزهرية. وعم تتغزل فيها كمان؟ يا حبيبي كملت. يا ترى شو قصته الشب؟ رنا شوفي لي الترجمة صح؟ هاتي بشوف. مساء الخير. مساء النور. اهلين مهند، يعطيك العافية. بعافيكي. شو طمني عنك كيفك؟ والله تعبان كثير، حاسس ظهري رح ينقص شقفتين من التعب. اوف، ايه يلا لكان قوم فوت اتحمم وتعال تعشى وبعدين نام. اوف اوف، كل هدول بدي اعملهم لنام؟ حاجتك تنبل. يلا رح احمي لك الحمام فورا. صحيح مهند، عمك اليوم اجى بغيابك وبغياب رنا. ايه. اعطاني هدول. قلتي لها لرنا؟ قلت لها. شو قلت لك؟ قلت لها تحط المصاري على جنب ليوم تطالبنا مرت عمك فيه. معقول يا رنا تكرهيها كل هالقد؟ مهند انت بتتخيل انه انا بكره حدا؟ كل الموضوع انه مرت عمك مستعده تموت 100 مره ولا ينقص من مصاريها ومصاري ولادها قرش سوري واحد، ولانه نحن ما بنقدر نرد مساعده من عمك لحتى ما نسبب له باحراج، قررت انه شاورك نقيم هالمصاري على جنب ليوم يطالبونا فيه. كل شيء عندك محسوب. هيك تعلمت من الدنيا. خير، شوفي من وراء الوقفة قدام الشباك. تعي 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 شوفي. مين؟ لك بسرعة تعي رح يفوت. والله مقابر وحلو. غيث ابن الجيران؟ ليش شايفة غيره داخل على البناية؟ بفهم من هالشي انه بتفهمي اني نعسانة وبدي نام. يلا تصبحي على خير. تصبحي على خير. غيث يقرأ؟ لا أصدق. شو يعني على أساس أنه أنت المثقف الوحيد بهالعيلة؟ نعم يا سيدي عم أقرأ. وشو هاي الرواية؟ هاي فوضى الحواس. عارية؟ أحلام مستيامي. عارية أكثر من مرة. لا معناتها حلوة مثل ما قالت لي. مين قال لك أنها حلوة؟ دلع؟ دلع؟ حبيبي دلع خليها لدلالة وجمالة. أيوة مبسوط كتير إنه بدك إياها فاضية لدلالة وجمالها بس. ما بدي إياها تعبي راسها بهدول الشغلات. عن جد إنك غريب أنت؟ هلا غريب إذا عم أدور على راحتي؟ لا غريب إنه إنسان متعلم مثلك ودارس ودكتور بده يرتبط بوحدة وتصير شريكة حياته، والله غريب، بده إياها فاضية وبلا رأي وبلا شخصية. هلا
لاني دارس ومتعلم بدي اياها بلا راي وشخصيه. قل لي ليش. ليش؟ لانه اللي قال انه السفينه بقبطانين بتغرق ما غلط. انا بدي اتزوج لحتى ارتاح، مو بدي اتزوج لحتى اوجع راسي بنقاشات الى اول ما لاخر. خلص لبن اسود يعني اسود، انتهينا. مشان شو البسخ الفكري اللي بلا طعمه؟ خليها هي ملتيه بجمالها ورشاقتها. ايه مزبوط. تعرف انت واحد مو ناقصك غير تحط طربوش وترجع لايام زمان. ولك الله يرحم ايام الطربيش. على الاقل بوقتها كان كل واحد يعرف حدوده، مو مثل هلا صايره القصص كلها شوربه. شو لوين؟ رايح اخذ رايي لهبوش بهدول الرسومات. يا حبيبي هلا هبه بتاخذ رايها بهيك شغلات؟ يا دكتور هبه قارية فوضى الحواس قبلي وقبلك. الو. لك اهلين لول. منيح لولو. هلا انت قارية شي فوضى الحواس؟ لا شو لك، هي رواية لكاتبة جزائرية. ايه شو رايك جيب لك اياها تقريها؟ خلص 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 لا تعصبي دخيلك، خليك انتي بروايات عبير احسن الي والك. اي ماشي يلا باي باي. بابا الله يخليك، خليني طنط ولا تجي لعنا، لانه رفقاتي حسدوني لما قلت لهم انه انا بعرفه وبحكي معه. يا حبيبي ما منصدق ان السياحه بتجي ست لوتس وبتسكروا فيها. شو قلت بابا؟ بتجيبها لعنا ولا بروح انا عندها؟ بابا شو رايك ان نجيبها هي لعندنا؟ يا ريت. وانت خلو؟ بعتقد بابا صرت بتعرف رايي بهذا الموضوع. بابا انا برايي انه نتحاور بهذا الموضوع، يا تقنعيني يا بقنعك، ما هيك تعودنا؟ بكل شيء بقدر احاورك الا بهذا الموضوع، لانك صرت بتعرف رايي كثير منيح فيه. ولانه اللحظه اللي بتفوت فيها ست علا على هذا البيت انا طالعه منه. خلود مو ملاحظة انك عم تصرف تصرفات غير واعية وهيك من دون سبب؟ من دون سبب؟ بدك تجيب لي خالي مرتقب على البيت وعم تقول لي من دون سبب؟ كم مرة قلت لك انه علا ما رح تجي على هذا البيت لخالي مرتقب؟ كم مرة؟ لكن بشو بدها تجي علا على هذا البيت؟ بأي صفة؟ لا تقول لي مش جديدة تنسينا من الحقيقية. بابا فهمي ما حدا بياخذ مطرح حدا. وانت اللي قلتها، ما حدا بيحل مكان امي بهذا البيت. علا مو جاي تاخذ مكان امك، علا جاي تجدد حياتنا الميتة بهالبيت. هلا نحن حياتنا ميتة؟ ولا يمكن انا ولوت الصار ما بينعش معنا؟ لك اخ يا بابا، انت واختك عمري وقلبي وعيوني من جوا، بس يا بابا انا كمان انا رجال، رجال ما بيعرف يسير شؤون بيته. يمكن سهل على الرجال يحرك العالم كله باصبع وحده، بس انه يسير شؤون بيته شهر واحد من غير زوجه بيفشل. البيت يا بابا من غير مره خرابه، المره هي وحده بتعمره. مره ولا زوجه؟ خلود لا تدخليني بمتاهات اسئلتك. هي مو متاهات، انا ولوتس بناتك، وقبل ما تتعرف على هي اللي اسمها ولا كنت راضيانه بحياتك معنا، كنا اهم شيء بحياتك. بس ما بعرف شو صار لك، قلبت لك حياتك قلب لدرجه انك صرت تشوف الحياه معنا ميته وما لاقي معنا. وانت اللي كنت تقول انتو يا بنات اهم شيء بحياتي، ومن بعدكم ما في حدا غالي. انا ما كذبت عليكم. وعلا شو بتكون؟ علا رح تكون زوجتي. وماما، وماما يا بابا، معقوله نسيتها؟ معقوله يدر الموت ينسيك قديش كانت تحبك؟ يا اما ما عم تفهمي علي، يا اما مو حابه تفهمي علي. انا امك ما نسيتها، بحبها، كنت حبها ولساتني بحبها، بحبها كثير. بس يا بابا مو معقول اعيش كل عمري على ذكريات الحب. يا بابا انا رجال، رجال بحاجه لانسانه تكون معي، تفكر معي، تعيش معي، تحس بوجودها جنبي، تشاركني حياتي مشاركه حقيقيه، مو كبنت أو أخت. يمكن هلأ صعب عليك كثير تفهمي، بس أنا صعب كفي لحالي. لوتس وأنا معك. معي؟
هلا صرتي معي؟ لك انت بتفوتي على البيت تطلعي منه كانك ضيفه. بعمرك ما حسيتي بابوك اللي عم بيلعب دورين سوا، دور الاب ودور الام. بجلي، بمسح، بطبخ، بكوي، بغسلكم ثيابكم بايدي، بطبلكم زراركم المقطعه بايدي، بعملكم الشاي، الاكل والشرب، لك بفوتكم على الحمام، بغطيكم بالليل، بحملكم على كتافي بركض فيكم على الدكتور. كاس الحليب ما بتشربوها الا اذا قدمت لكم اياها بايدي. حتى اليوم اللي بتعب فيه من تمثيل دور الام ما بتسامحوني، بتعاتبوني وبتقولوا بابا انت ما عاد تحبني مثل اول، انت مالك حنون علينا. بابا دور الام صعب كثير، انا ما بقدر عليه. انا تعبت عن جد، انا تعبت وبعترف اني فشلت، تعبت كثير بابا. هيثم نمت؟ أنا قلقانة معك، خايف يصير مع الكابوس معك. اهدي وحاولي تنامي. انت ايه بتحب ليه والحب عندك ما يسير صباحون الدوش. شو هالنشاط كله؟ كأنك مبكرة على المدرسة. بدي امرق لعند ريما بعدين حنروح على المدرسة. باي. ندوش، هي أول مرة بشوفها لنضال واقفة على المراية هيك، شو القصة؟ ايه نسيت كتاب التاريخ. يا فتاح يا علي ما انت الصباح. خلص بقيني انتي، انا بطلع بجيبه. الحمد لله الحمد لله ماشي. يا لطيف مأواكي. لك أنا بعجبك، تاريخي مخباية بتيابك، علمناكي على الشهادة سبقتينا على البواط. أعطاكي موعد؟ لسه، بس اليوم الصبح وأنا نازل من البيت وقف لي عراس الدرج ليصبح علي. ما خفتي أبوك يشوفي؟ بابا بالعادة بينزل بكير على الشغل، يعني مأمنة. طيب بعد ما صبح عليكي شو قال لك؟ بسمي ابتسامة عريضة وضل لاحقني هيك لحتى وصلت على الميكرو. الغي شو بيشتغل؟ دكتور. دكتور؟ والله وعرفتي تنقي وحلو هيك مثل أمك. أمر مصور. مرح. شوفك بالفرصة. تعي لهون لشوف. شو مشيكي مع دانا؟ هي رفيقتي. يا سلام، وما لقيتي غير دانا تمشي معها؟ دوري على وحده من اخلاقك تمشي معها. انا لو رايح ما بدي اشوفك معها. نو. يلا على صفك قوام، مفهوم؟ حاضر.
ناقصني غير الخفاش الأسود تتحكم فيني برفقاتي. ما بكفي الدكتور اللي عندي ببيت. مذاكرة شو أستاذ ولسه ما أخذنا غير 3-4 دروس؟ بنعمل مذاكرة على الدرس اللي أخذناهم. الآنسة نايمة طلبت مني إنه حدد موعد المذاكرة، فما في وقت للتأجيل أو للتأخير أبداً. بس هيك أستاذ ما بنلعن دروس. مو مشكلة. بنعمل مذاكرة بعد بكرة. بس أستاذ بعد بكرة عنا مذاكرة تاريخ كمان. طيب بنعمل مذاكرة بعد بكرة. أستاذ ما بيمشي العال، بعد بكرة يوم الخميس. شو في عندكم يوم الخميس؟ أستاذ ولو أستاذ عنا مذاكرة عربي، يعني مو ترتيبك منه بتحطنا بهالموقف. بس على علمي خلصت مذاكراتكم، مو بيان غير فلسفي. معلومك أستاذ، هديك المذاكرات الكتابية بيان الشفهي. ليش هون بالمدرسة الكتابي قبل الشفهي؟ وين بتصير هاي؟ أستاذ حتجيب لنا فراغات مو هيك؟ لا شو فراغات؟ الفراغات المرحلة الابتدائية. أنتوا صرتوا بكالوريا، يعني لازم تكون أسئلتكم مدروسة منيح. كيف يعني مدروسة أستاذ؟ يعني ممكن أجيب لكم شوية تعليلات أو أسئلة اختيارية. أستاذ مثل شو؟ مثلا ممكن أجيب لكم أسئلة من بحث ال... شو فاكريني غبي حتى لكم شو بدي أجيب لكم أسئلة؟ أعوذ بالله أستاذ، بس نحن كنا حابين نعرف شو أسلوبك بطرح الأسئلة، وعلى علمك كل أستاذ له طريقة معينة، بقى نحن حابين نحضر حالنا منيح للامتحانات، لأني سمعت الأنسة نعمة عم بتقلها للأنسة منى، بدنا نشوف شلون علامات البنات بمادة الفلسفة هالمرة، إذا كانت قليلة وما لها حرزة مشان ننظر بموضوعه للأستاذ وسيم. هي هيك قالت؟ هذا اللي سمعته وقت كنت عندها بالإدارة الصبح. سر شو؟ هو مو سر. لكن شو؟ أنسى حنان أنا أنت شو؟ أنا بحب. إيه؟ بحب بابا كتير بس هو ما بحبني. ما بحبك؟ إيه بس ما بعرف ليش. أشوف شو بتنصحيني ساوي؟ إيه معه حق أبوكي، ما بقدر يكمل لحاله. بالله شو؟ وليش المرأة لما بيموت جوزها بتقدر تكمل من دونه؟ لأنه المرأة بتقدر تعيش بلا رجال، بس الرجال ما بيقدر يعيش بلا مرأة. معها حق، خالتي الكبيرة توفى زوجها هي وبأول عمرها، ومع أنه كانت حلوة مثل القمر بتشبهني، وهيك إجاها عرسان، بس ما رضيت تفوت رجال تاني على بيتها، ندرت حالها لبيتها ولولادها، وقعدت ربتهم وكبرتهم. إيه. بس ما تنسي انه الرجال مو مثل المرأة، يعني الرجال ما بيحسن يحمل اكثر من بطيخة بايد واحدة، واذا صاروا حمل تنتين بيضوج وبيطلع خلقه وبلش يشكي وينه. ما شفتي الرجال اذا توفت مرته شو بيقولوا؟ يا حرام لهلأ عايش بلا مرأة. بينما المرأة اذا توفى زوجها وحبت تنستر لها هي ورجال يحميها ويدير باله على اولادها، بيقولوا يا طيف شو متصربعة على الجواز، ما صدقت توفى جوزها لحتى راحت تتجوز. اي لكن قالوا شو الرجال عنصر فاعل بالمجتمع. اخ بس لو يعرفوا شو قيمتنا. كنا هلا بألف رحمة. بقى لا تزعلي خلودة، ابوك اللي بيقول لك تعب صدقي، وعلى قولة ماما حبيبتي الرجال مثل القطط اكالة نكارة. احكي لك نكتة؟ ولا قلك بلاها؟ طب شو قلبت حكي؟ والله المدرسة بلفصلك الناقصة ما بنقعد فيها ولا دقيقة. والله مو حرام هيك جمال يندفن ببدل المادي مثل كأنه الواحد رايح على العزاء. بس كمان الزهرة اللي تحت رفيق القهر ماشي حالي. كترتي مكياج ماما؟ يعني بدك يعني اطلع شوف إيهاب وماني حاطة شي على وشي؟ طيب عم بتخافي شوفوك انت طالعة من هون يقوموا. طمني ما رح اطلع من هون غير ليطلعوا كل أنسة، يعني مثل العادة. شو بك يا قلبتي يا غم اليوم؟ عاجبتك حالتي يعني؟ ايه انتي محملتيها فوق طاقتها. يعني معقولي لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل؟ طنشي حياة وعايشتيها بالطول بالعرض عيشيها. طيب نروح اليوم بس عشرت ما منتأخر. الماما صار منبهة عليها 100 مرة ما أتأخر. لا تخافي بخلي ماما تهلكها بشغل البيت ما بيطلع حسها. حرام عليكي بتضل أمي. خلاص بلا خوف كل ساعة منروح ومنرجع.
خدي حتى حمرا. بلا هذا انا حطي يعني حطي. هاتي حقين. طال عمرك شو مغروره. كنتي لهلا بالمدرسة؟ وين بدي كون يعني؟ صارت الساعة 3 وبتقلي لي بالمدرسة؟ ايه كان عنا حصة إضافية، شو رأيك ما أحضرها؟ كل يوم عندكم حصة إضافية؟ ايه هذا اللي صار. شش وطي صوتي، عمك سمعي جوا. وش بدي أعمله يعني؟ شو رأيك ادخل وأحكي له عن دروسك الإضافية، بركي إن شاء الله بيضب لك بقشتك وبياخدك وبيزتك ببيته. لا ببوس إيدك بلاها. سألني عنك وقلت له أنه طلعتي من المدرسة ورحتي على محل خالك مشان تجيبي كم قطعة قماشي. روحي انقلعي غيري أوعيكي قبل ما يجرسنا. أول مرة حدا بيعطيني كادي. حاضر حاضر ماما جاي جاي. كيف لك؟ مرحبا عمي. وين كنتي لهلا؟ الماما بعتتني على محل خالي منشان. وبدها كل هالغيبة؟ ليكو محل خالك بنفس الحارة. لو خايف لا تكون ما تروحي هيك أو هيك. أعوذ بالله غدا تربايتك. قسما بالله العظيم لو ما عطيت كلمة لخالك لكن جوزتك لأول واحد بقبابي أو بجوزك لابني حده مثل ما بقولوا القريب أو للغريب. بس ما يكون ما عجبها كلامي للست غادة. أعوذ بالله كل القصة أنه جاية من المدرسة تعبانة لأنه بهاليومين عندهم مذاكرات. وشو بعرفني أنا بالمذاكرات وبالمناقصات؟ شايفتيني داخل مدارس قبل يوم؟ ذاتا ما عم بيجينا وجع راس غير من المدارس ولا ندخل المدارس. ودخليك كم صفي لتاخذ هاي شو اسمها البكالوريا؟ هالسنة ويلي بعدها. يعني لسه بدنا نستناها سنة ونص طالعة داخلة؟ يعني مو كنتي شغلتيها معك ببيت السجيجي تشطف وتمسى أحسن من الدراسة؟ خالة ما بيقبل. ذات المو كاسر لنا إيدنا ورجلنا غير خالة ورأي خالة. غادة أولاً وآخراً بنت أخي الله يرحمه. بدي ضبها بشغلة قدام عيوني. إلا شو بيدخل حاله بيحشر حاله باللي ماله فيه؟ كمان هو خالة وإله كلمة عليها. العم أحق من الخال بنت أخوه. يعني مو إذا أبوها مات بتفكري أنت وبنتك إنه ما في رجال بعده بتضبكن؟ قال خالة ما قبل قال. ذات هذا اللي كان ناقصنا خاطرك. عيسى تعال اشرب شاي هلا بيبرد. ما شاء الله السما مليانه غيوم عم تمطر. الله يبعث الخير. الغسيلات هلا بيكونوا مبرد. ارتاحي مرت عمو انا بظهر التلفون. الله يرضى عليك حنان. بصراحه كيف شايفتي لي هبه؟ بنت بتاخذ العقل. وانت يا استاذ كيف شايف بنت عمك؟ والله يا بابا بنت عمي بتنحب من يوم ما دخلت على هالبيت بتحس في شيء جديد تغير صار في روح. نعم بسم الله. ليش نحن ما كان في عنا روح يعني؟ لا مو هيك قصدي بس نحن بحاجه لاخت وحسينا انه هبه مثل اختنا. تعرف بابا البيت بلا بنت عن جد ما بينفع. الله يخليكم لبعض. خير مين بده يجينا بهالوقت؟ انا مفتاح انا مفتاح. يلا يلا مرحبا علاء. اهلين اهلين خالتي. اهلين خالتي. يا اهلا شبك ليش مستغرب هيك؟ لا ما شاء الله عليكي يخزن عين جمالك. وين امك؟ اجت خالتي ما مو تعبانه عادي. لا لا وين حنان خالتي؟ ما حنان حبيبتي مستغربين. اشتقتلك اشتقتلك اشتقتلك. وانا كمان. مرحبا صاري. اهلا اهلا. كان لازم سافر من زمان لحتى اعرف انا قديش بحبكم. على السلامه. شو مشان لك شو بس ليش هيك عم طلعوا بعض؟